اهلا يا هلا حي الله يا من قد عيون محلى حي اللي وصل يا حي وسط قلوبنا حياكم نفتح اغلى لرضاكم حي اللي وصل يا حي اهلا يا هلا حي الله يا من قد عيون محلى حي اللي وصل يا حي وسط قلوبنا حياكم نفتح اغلى لرضاكم حي يا حيا شرفت هنا وهنيا قلنا ارحبوا مثنيا حي اللي وصال يا حيا يا ضيف انت يا منورنا جيت وجيتك تسعدنا حي اللي وصال يا حيا اهلا يا هلا حي الله يا من بالعيون محلى حي اللي وصال يا حيا كله صاحب سامي يجي يجري يا حي الله يا بعيون الله حي اللي وصال يا حي وسط قلوبنا حياكم نفتح اغلى لرضاكم حي اللي وصال يا حي اهلا يا هلا حي الله يا من بالعيون محلى حي اللي وصال يا حي وسط قلوبنا حياكم نفتح اغلى لرضاكم حي اللي وصال يا حي غالي والله انك غالي ما رحبت بك بالحالي اللي انقالها يا حي الورد انتثر بقدومك يومك بالمحاني يومك حي اللي وصل يا حي اهلا يا هلا حي الله يا من بالعيون محلى حي اللي وصل يا حي اهلا يا هلا حي الله يا من بالعيون محلى حي اللي وصال يا حي وسط قلوبنا حياكم نفتح اغلى لرضاكم حي اللي وصال يا حي اهلا يا هلا حي الله يا من بالعيون محلى حي اللي وصال يا حي وسط قلوبنا حياكم نفتح اغلى لرضاكم حي اللي وصال يا حي يكفي ناسك ان قلبه يكفي حبنا ونحبه حي اللي وصال يا حي وحروف الولا غنوها شيلوها طرب شيلوها حي اللي وصل يا حي اهلا يا هلا حي الله يا من بالعيون محلى حي اللي وصل يا حي حي اللي وصل يا حي العم علي عايل احد اعضاء فريق طقس والله الشباب قيم جدا يتحدث عن الطقس عن الزراعه الله يكتب اجرك يا معاذ كيف الكتاب هذا الكتب ما شاء الله يعني من اراد ان يطلع من اراد ان يزيد ثقافته حول مواسم الزراعه في منطقه جازان وهذه الامور طبعا لمختلف المحافظات كتاب العمعين ما شاء الله يغنيه عن ذلك كل الامور المتعلقه بالزراعه وكذلك بالطقس موجوده في هذا الكتاب فنسال الله عز وجل ان يكتب اجر العمعايل وان يغني الشباب من هذه المعلومات ويفيدهم وينفعهم طبعا من وادي ضهايا بمحافظه العدابي بمنطقه جازان